بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. هذه الكرامة المهدوية، هذه المرة عمانية من دولة عمان، إحدى الأخوات اللواتي قلوبهن متعلقة بمراقد أهل البيت عليهم السلام، وكما تقول كثيرا ما أبكي شوقا للعراق كي أصل إلى كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء، وتقول هنيئا لكم وأنتم بجوار مراقد النور. عندما تشعرون بالألم والحزن والهم تذهبون إليها فيشفيكم الإمام من كل هم، ويزرع الأمل في صدوركم ويقضي حوائجكم. ولكن نحن الذين في دول عربية أخرى وبعيدة لا نستطيع أن نصل إلا بالمناسبات لأهل البيت عليهم السلام، وليس كلما أردنا ذلك. على كل حال، تسلم كثيرا وتبعث بأشواقها لأهل البيت عليهم السلام كثيرا، ثم تقول: عندما كنت في عمر التاسعة أمي توفيت رحمة الله عليها بمرض عضال، وكان لدي أخوان أصغر مني سنا، ومن هنا بدأت المسؤولية. شعرت بأني رغم عمري 9 سنوات وكأني أنا أصبحت أما وكبيرة في السن، علي أن أداري أخوي كليهما من ناحية الطعام، من ناحية النوم. وكان أبي عندما يراني بهذه الصورة يفتخر ويمدحني كثيرا ويثني علي كثيرا إلى غير ذلك. ووصل الأمر دائما وأبدا بأني حتى أقوم بغسل ملابسهم. هنا أبي فورا قال: لا، علينا أن نأتي بامرأة خادمة. كانت عائلتنا صغيرة، وأمي كانت هي التي تعمل لنا كل شيء، وأمي ضد الخادمة وتربية الخادمات إطلاقا، ترفض رفضا قاطعا. فعلى كل حال، قلت له يا أبا بأننا لا نريد خادمة في البيت أبدا. وكنت أسمع ما تقوله أمي لأبي: الخادمة ربما تقوم بضربهم، ربما تؤذيهم، عاداتهم غير عاداتنا، ربما كذا. وتقول له: نرى مقاطع فيديوية كثيرة على الانترنت، بعض الخادمات ماذا يفعلن في بيوت هؤلاء الناس. على كل حال، فقلت له نفس الكلام، وإذا بأبي يفاجئني بعد أيام بأنه قام بخطبة امرأة ومر شهر واحد فقط وتزوج منها وأتى بها إلى البيت. وأنا صراحة كطفلة لا أعرف الأبعاد الحقيقية لهذا التصرف. تصورت بحمد الله عز وجل ستكون لي أما ثانية ترعاني، واعتبرت هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى كي تراعي أخوتي أيضا. وهذه المرأة سبحان الله، لا أعلم لماذا، هل حقا جميع الزوجات الثانيات عن الزوجة الأولى تكون بهذه الصورة؟ أنا متأكدة تقول: عندما كنت طفلة. أقول: ليس الجميع أكيد، ولكن الكثير منهن لا أعلم لماذا يعادين أولاد الزوجة الأولى. على كل حال، فعندما تزوجها أبي وبدأ يذهب إلى عمله، أصبحت أنا الخادمة. اذهبي هنا وتعالي هنا، ونظفي هذا واطبخي هذا. وهي لا تنظر إلى أخوي أبدا، إنما جالسة أمام التلفاز وفقط مشغولة بالهاتف الجوال. ولكن عندما يأتي أبي تدعي بأنها تقوم بتنظيف المنزل قليلا ومراعاة أخوي ومراعاتي. وأنا كنت أسكت، لا أريد أن أفتعل أي مشاكل معها، لأن أبي بمجرد أن يخرج سوف تصب على رأس الويلات وتسمعني الإهانات وتريد أن تضربني، ولكن تخشى من أبي. لم يصل الأمر إلى الضرب، ولكن الإهانات الكثيرة وكذلك الصراخ على أخوي الصغيرين. في يوم من الأيام
عفوا أقنعت والدي بأن يجعلني أترك المدرسة، وأقنعته يعني قناعة تامة بأن البنت الأفضل لها أن تبقى في البيت، وبأن البنت المدرسة لها، ماذا تريد أن تصبح إلى غير ذلك. البنت هي في الأساس غدا تتزوج وعليها أن تتعلم الطبخ والتنظيف إلى غير ذلك من هذا الكلام الكثير، حتى اقتنع والدي بأن يجلسني في البيت ولا يجعلني أذهب بعد ذلك إلى المدرسة. تركت المدرسة وأصبحت الخادمة الأولى في البيت مع كل هم وغم وحزن أحمله تجاه زوجة أبي، مع كل الدموع التي أجريها ليلا على فراق أمي، وكيف كانت تدللني وما زلت أنا طفلة صغيرة، وكيف ما يعني تدللني وتراعيني وتحرص علي وتحرص على أخوي الصغيرين إلى غير ذلك. مرت السنوات بهذه الصورة، أنجبت هي أخي، وبعد ذلك أنا أحاول أن أختصر رسالة جدا طويلة. أنجبت أخي من أبي، ثم أنجبت أختي من أبي أيضا، وكما تعرفون كما قلت في بداية الرسالة أنا الخادمة، فكنت أنا أقوم بتنظيفهما وكذلك في مسألة مراعاتهما إلى غير ذلك، وهي ليس عليها إلا أن ترتدي الملابس وأن تضع المساحيق وتضع العطور إلى غير ذلك. وكبرت أنا في السن، أصبحت في المتوسطة، يعني لو كنت في المتوسطة على كل تجاوز عمري 16 عاما، وأنا بهذه الصورة أراعي أخوي في المدرسة إلى غير ذلك، والبيت يمشي بهذه الصورة، ولكني متألمة وأعلم بأني ربما لا مستقبل لي. لم أتكلم مع أبي يوم من الأيام حول ما تفعله هي معي أو مع أخوتي، وكيف تفرق بيني وبين أخوتي من أمي، وكيف تفرق بين أختي وأخي منها، وتعامل كلا يعني بتفرقة وتمييز كأنما عنصري واضح جدا. ولكن أخوي كذلك أفهمتهما بأن لا تتكلما أبدا لأبي أي شيء. لماذا؟ لأنها ستصب علينا الويلات إذا ما تكلمنا، وسوف تنتقم منا انتقاما حقيقيا. فوضنا أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا حسبي الله ونعم الوكيل على ما تفعله معنا. مرت السنوات حتى وصلت إلى عمر 20 عام، وأنا بهذه الصورة، حياة يومية بائسة تعيسة، كلها ألم، كلها قهر، كلها استفزازات، كلها إهانات إلى غير ذلك، وأبي كأنه نائم على السحاب لا يهمه شيء. المهم عنده يأتي إلى البيت يسألنا كيف الحال، نقول له بحمد الله عز وجل، يأكل طعامه، ثم يلبس ملابسه عصرا، يذهب إلى أصدقائه، ثم يرجع إلى البيت وينام. مر السنوات وهو نعم يأخذنا إلى بعض المطاعم، إلى بعض المتنزهات، إلى غير ذلك، وهي تحاول أمامه فقط أن تعاملنا كما تعامل أولادها، ونحن نبقى مدهوشين مذهولين على مدى نفاقها. كيف تستطيع أن تصل إلى هذه الدرجة من النفاق والخداع والكذب إلى غير ذلك، لدرجة بأنه أبي يعني يشعر بالأمان والطمأنينة باتجاهنا، ودائما يقول بحمد الله عز وجل الله رزقكم أما ثانية. ماذا أقول له الآن؟ ماذا أقول له وقد وصلت إلى هذا المبلغ وهذا الوصول في قلبه؟ كنا نسكت وينتهي الأمر. وصل عمري 20، وهنا بدأت تتدخل في مسألة زواجي، تقول بأنه فلان لا نقبل به، فلان ليس لا يليق بنا، فلان ليس بمستوانا. وعندما جلست معي كان لديها أحد من أقاربها تريد أن تقنعني به، وأنا صراحة إلى هنا وكفى، لا أريد أن أصل إلى عائلتهم أبدا، ولا أريد صراحة أن أمضي حياتي معها بهذه الصورة، لا أريد أبدا. ولكني كنت أخشى وما زلت في مسألة الزواج على أخوي، كيف سيعيشان معها، كيف سيعيشان.
وهي تقوم بإهانتهما واستفزازهما إلى غير ذلك، وهما يسكتان، أخشى عليهما منها. على كل حال، تقول هنا: توسلت بصاحب الزمان سلام الله عليه. كانت هناك امرأة مبلغة في شهر رمضان، وكانت تعقد مجلسا بسيطا في بيتها. كنت أذهب إليه، عفوا، في وقت الظهيرة كان المجلس، كنت أذهب إليه وأجلس. وتكلمت في يوم من الأيام عن صاحب الزمان سلام الله عليه، ونقلت ما سمعته من آية الله السيد رضا الشيرازي رحمة الله عليه في التعلق بصاحب الزمان، وكيف أن صاحب الزمان عليه السلام يداري جميع محبيه، ويعطي الاهتمام الأكبر ويعطي الرعاية الكبرى للنساء وكذلك للأطفال، تطبيقا لوصية جده رسول الله صلى الله عليه وآله: الله الله في النساء والصبية. لذلك تقول بأن صاحب الزمان يكون مغيثا للنساء والأطفال بشكل سريع، لأنه يطبق وصية جده رسول الله. ولأن المرأة ضعيفة لا ناصر لها غير الله سبحانه وتعالى، وغير صاحب الزمان سلام الله عليه، فلديه رعاية خاصة جدا للنساء المؤمنات ولأطفال المؤمنات من النساء. وقع هذا الكلام في قلبي وقلت: من هنا الفرس سيأتي. توسلت بصاحب الزمان سلام الله عليه وقلت لها بعد الانتهاء من المحاضرة: كيف أتوسل؟ ماذا أقرأ؟ فقالت لي: اقرأي بعد صلاة الفجر سورة ياسين، واهدي ثواب هذه السورة لصاحب الزمان، وقولي بعدها 100 مرة: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني. وقالت لي هذه المرأة المحاضرة، أنا جربتها كثيرا وكانت نافعة: اقرأي سورة ياسين، اهدي ثوابها لصاحب الزمان، ثم قولي 100 مرة: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني. تقول: أنا فعلت هذا الأمر لأسبوعين، 15 يوما مثابرة بعد صلاة الفجر، وإذا بي في ليلة من الليالي وقبل صلاة الفجر رأيت في عالم الرؤية، وكأني في حديقة بيتنا وأرى حمامة بيضاء تقف على حائط سطح بيتنا، حمامة بيضاء ولكنها جميلة جدا، وإذا بها طارت هذه الحمامة إلى بيت قريب منا، وحطت هذه الحمامة على حائط بيتهم. وعندما فتحت الباب لكي أرى أين حطت هذه الحمامة بالضبط، رأيت أمامي شابا جميلا ذا هيبة، وملامحه كلها تدل على أنه نبي من الأنبياء، وصي من الأوصياء، ملامحه لا تشبه ملامح هذا الزمان أبدا. وقع في قلبي بأنه صاحب الزمان سلام الله عليه، وكان مبتسما. فتقول: جلست من النوم وأنا فرحة جدا بأن صاحب الزمان عليه السلام قد استجاب لدعائي، وإن شاء الله عندما رأيت هذه الحمامة، سألت هذه المحاضرة، ذهبت إليها بعد أيام، فقالت لي: إن شاء الله أنت ستتزوجين، الحمامة هو أنت، والحمامة البيضاء يدل على نقائك وصفاء قلبك وتربيتك الطيبة، وسوف تذهبين إلى ذلك البيت، إذا كنت تعرفين البيت فإنك ستتزوجين ولدا منهم، من هذا البيت. تقول: أنا الصراحة في عالم الرؤيا عندما رأيتها تحط على إحدى هذه البيوت لم أركز في أي بيت، ولكني أعرف الشارع، تركت هذا الأمر، لم أتحدث به لأحد. وإذا بعد أيام قليلة وأنا مستمرة على قراءة سورة ياسين والتوسل بصاحب الزمان: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني. وإذا بأبي جاء إلى البيت فرحا مسرورا، وقال لي فورا بأن فلان من جيراننا في الشارع الفلاني، قل سبحان الله، نعم أنا أذكر الشارع الفلاني،
قال فلان ابن فلان وهو من جيراننا وهم من جيران أبي رحمة الله عليهم، جدهم كان يعرف جدي ونحن نعرفهم معرفة جيدة، عائلة ممتازة، عائلة أخلاقهم طيبة، وابنهم موظف في الدائرة الفلانية وعائلة ميسورة وإلى غير ذلك. حتى أن زوجة أبي عفوا حاولت كثيرا أن تقنعه بالرفض، قال لا أبدا لا أستطيع أن أرفضهم، أخجل عفوا، يقول أنا أخجل إذا رفضتهم، أخجل لأنهم لا يرفضون أبدا. لا ماذا أقول للرجال؟ جاءوا إلى دائرتي وأخبروني بالأمر وطلبوا يد ابنتي، هؤلاء لا يرفضون أبدا. فبحمد الله لم يسمع قولها، وبحمد الله تزوجت. عندما تزوجت واستقريت مع زوجي، وكان حقا رجلا صالحا مؤمنا خائف الله عز وجل، كنت أمر على أبي، لماذا؟ لكي أرى أخواني وأسألهم كيف الحال، ويقول نحن صابرون. والحمد لله كبرنا وتعودنا وأصبحت لا تستطيع أن تؤذينا. ولكن المشكلة أين؟ أبي بمجرد أن تزوجت ما مر أسبوع حتى شعر بالفرق في البيت، من ناحية التنظيف، من ناحية الطبخ، من ناحية غسل الملابس. بدأ يرجع إلى البيت ويراه فوضى عارمة، وقالت له فورا بأني أريد خادمة. فعرف أبي بأن كل هذه الفترة كانت هذه المرأة تكذب عليه عفوا وتخدعه، حتى نوى بأنه يطلقها، نوى بأن يطلقها. ولكن أنا التي حرصت على أن لا يطلقها أبدا، وقلت له أعف عنها وحاول أن تعيش معها ولكن ضع لها حدودا. فقال لي لماذا تدافعين عنها؟ قال قلت له لست أدافع عنها، إنما لا أريد أن يمر أخوي، يعني أختي وأخي من الذين منها من أولادها، كما مررت أنا وأخوي بأنه نعيش بلا أم، لأنك سوف تأخذ منها أولادها وسوف يعيشون بلا أم، لا أريد أن تتكرر هذه القصة، لذلك ابقيها في البيت، حاول قدر الإمكان أن تؤدبها، أن تراقبها، وأن تجعلها امرأة. ولكن أوصيك ما أوصتك به أمي، وأنا فعلت كذلك، لا تأتي بخادمة إلى البيت، هي عليها أن تقوم بمهام البيت. صراحة بدأت أنا في كل أسبوع أو في الأربعة أيام أذهب إلى البيت وأساعدها. هي تغيرت قليلا لأن أبي بدأ يؤنبها كثيرا، تغيرت قليلا، وبدأت أنا أحرص على أخوتي ودائما أرسل عليهما ليأتيا إلى بيتي، وشعرا بالسعادة، شعرا بالاستقرار، ومضت الأمور بحمد الله عز وجل بفضل صاحب الزمان والتوسل به إلى الله عز وجل. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. اختصرت الرسالة التي هي تتجاوز يعني خمسة أوراق، وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى.